السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون النص الشعري المركبة. سنقوم بالإجابة على أسئلة هذا النص. أغني رصيدي. السؤال الأول، أربط كلمة مرقة بمعناها حسب السياق. مرق الطباخ الطعام بمعنى أكثر مرقه. مرقت البيضة بمعنى فسدت. مرق السهم من الرمية بمعنى اخترقها وخرج منها بسرعة. أفهم وأحلل. أحدد البيت الذي يصف فيه الشاعر المركبة وكأنها خائفة. البيت الثالث، أذكر البيت الذي يبرز فيه الشاعر أن المركبة مخيفة. البيت الثاني، أملأ الجدول بمفردات من النص تدل على ما هو مدون. الأرض، ما يدل على الأرض. باعة، سير، ما يدل على الفضاء. المجرة، معارج، ما يدل على السماء. البرق، قصف، الرعد. الغيوم، شواض، ما يدل على النور. ومضى، ما يدل على السرعة. مرقت، تعدو، ما يدل على الصوت القوي. تزأر، يزمجر، صداها. السؤال الرابع، أضف الشاعر على المركبة صفات طبيعية وصفات إنسانية وأخرى حيوانية. أمثل لكل نوع بأبيات من القصيدة. صفات طبيعية، مرقت كومض البرق. تقصف كالرعود. إعصار. صفات إنسانية، تعدو مخافة أن تلاحق خطوها. جنت، فتسلقت. صفات حيوانية، تزأر، تزمجر، طار. السؤال الخامس، ذكر الشاعر في البيت الخامس كلمة تبحر وهو يتحدث عن الفضاء إلى البحر، فما علاقة الفضاء بالبحر؟ علاقة الفضاء بالبحر هو شساعته وضخامته. أتذوق وأقوم. أعيد وصف المركبة بأسلوب خاص. المركبة الفضائية تشبه كبسولة تسير بسرعة البرق وتصدر أصواتا قوية. عند انطلاقها من الأرض تنفث نارا هائلة تثير بها الغبار، وفي الفضاء تشبه الشواط بسبب سرعتها والذنب الذي تسبقه.